السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض برام رز بالفريخ. طبعا احنا عندنا المكونات بتاعتنا، احنا جبنا رز وغسلناه، طبعا احنا وصفيناه ونقعناه اكتر من ساعة. وطبعا دلوقتي انا جبت لكم الرز اهو، وجبنا عندنا واربع كوبايات لبن، وطبعا عندنا هنا سمنة فلاحي، وعندنا زبدة، وطبعا قطع الفراخ اهي انا قطعها مكعبات كده، وعندنا بصل قطع، وطبعا عندنا علبة زبادي، وعندنا قشطة، وطبعا الملح والفلفل الاسمر، ولو حابين احنا مكنرش رشة سكر. يعني اول حاجة احنا هنبدأ نعملها، طبعا احنا هنا اهو هنجيب السمنة الفلاحي، هننزل بيها كده، وهنجيب الزبده هنا هنشوح بيها الفراخ بتاعتنا، طبعا الزبده والسمنه. طبعا احنا بس يا دوبك هنلف الرز هنا مع السمنه، احنا بس خلاص كده احنا عايزين بس ان الرز بتاعنا يتشرب بالسمنة. زي ما انتم شايفين كده تمام، هنسيبه بس ثواني لحد ما نشوح الفراخ بتاعتنا. طبعا الفراخ بتاعتنا متبلينها بملح وفلفل اسمر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو انت حابه بقى تعملي مثلا طاجن برام رز باللحمه مفيش مشكله، لو انت حابه انك تعمليه ساده برده مفيش مشكله. احنا هنشوح الفراخ بتاعتنا مع بعض، وهنحط البصله تتشوح معاهم، وهنسيبهم مع بعض لحد ما البصله تدبل، وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني حبايبي. دلوقتي احنا مولعين على البريم بتاعنا عشان يسخن، وهنطفي عليه. خلاص سخن، طبعا هندهن البريم سمنه او زبده زي ما انت تحبي. يعني هندهن البريم بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، طبعا احنا خلاص الفراخ بتاعتنا اتشوحت. اول حاجة احنا هننزل بنص الرز، طبعا احنا مثلا عاملين اربع كوبايات، هنحط هنا كوبايتين زي ما انتم شايفين كده نصهم بالظبط تمام، وبعد كده هنطفي على الفراخ بتاعتنا، هننزل بالفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين، هنحطها في النص كده ما بين طبقة الرز الأولانية، وهنسويها عشان يبقى كل الطاجن في الفراخ. بعد كده هننزل باقي الرز وهنغطي بيه الطاجن بتاعنا. ايوه حبايبي خلاص كده. دلوقتي احنا اللبن اهو، طبعا اللبن ده دافي، اربع كوبايات زي ما انا قلت لكم. هنحط بقى نظرة من السكر مش كتير، وهنحط الملح بتاعنا، طبعا احنا حاطين ملح في الفراخ فمش هنكتر ملح علشان ما يبقاش حادق معانا، وهنحط حاجة بسيطة قوي من الفلفل الأسمر اللي بيحب، يعني أنا بحبه كده بيبقى جميل جدا يعني، فإيه مش بيحب الفلفل الأسمر ما يحطش. وطبعا أهم كده بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب بارك فيه إن شاء الله يطلع حلو بإذن الله ويعجبكم، ويا رب طريقتي تعجبكم، وبألف هنا وشفا. طبعا احنا هنحط اللبن الكمية اللي عندنا، خلاص حطينا كمية اللبن اللي عندنا. طبعا هنجيب علبة زبادي، الزبادي طبعا
بتعمل بتطري بتطريه مش بتخلي الوش ينشف. فاحنا هنحط معلقه الزبادي فوق الوش كده، هطلعه من الفرن وهحط القشطه بتاعتنا وهدخله فرنتين، وان شاء الله احلى طاجن، احلى برام رز هتاكلوه بامر الله. طلعنا البرام من الفرن زي ما انتم شايفين اتشرب اهو، هندهنه بقى بالقشطه بتاعتنا. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين البرام عامل ازاي. طبعا هنحط عليه طبعا وش اللبن، طبعا اللبن العادي اللي عندك ده، طبعا بعد ما بتغليه بتحتفظي بالوش بتاعه، ينفع بقى في البريم، ينفع في اي حاجه.